لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني حسن راضي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. في ظل ورود أنباء عن تزويد الحرس الإيراني زوارقه في الخليج بتكنولوجيا للتخفي من أجهزة الرادار، إلى أي مدى تعتبر هذه الخطوات استعداد للحرب في المنطقة؟ طبعا إيران دائما هي مستعدة للحرب، ودائما تدفع يعني بالأزمات في المنطقة، لأنه تريد يعني دائما الهروب من أزماتها الداخلية، حتى وإن يعني شنت حرب في المنطقة بالوكالة أو حتى ربما بشكل مباشر في يعني في المستقبل، إذا رأت أنه النظام أو نظامها يعني اقترب إلى السقوط، خاصة إذا أصبحت هناك احتجاجات واسعة. لذلك أنا أعتقد طبعا بالنسبة إيران دائما هذه التصريحات أكثرها دعائية وللاستهلاك الداخلي، وخاصة لميليشياتها، وتريد أن ترفع من معنويات ميليشياتها على أساس هي دولة قوية قادرة أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتمتلك خواطات ذو تكنولوجيا عالية. نعم. بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بإدخال حاملة طائرات أمريكية من نوع جون سي ستينس إلى مياه الخليج قبل بضعة أيام، كيف تفسرون هذه الخطوة بالتزامن مع تصريحات إيران عن أجهزة الرادار؟ نعم صحيح، طبعا يعني بالعودة إلى أجهزة إيران أو الزوارق التي تستطيع أن تختفي من الرادار، هذه دعاية، يعني إيران لا يمكنها تقنيا مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى يعني تختفي من الرادار الأمريكي من الأسطول أو من حتى من الأقمار الصناعية، لأنه التكنولوجيا الإيرانية تعتبر تكنولوجيا فاشلة، خاصة إذا قارناها مع يعني ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من تقنيات يعني متطورة جدا. هذا من جهة، من جهة أخرى طبعا إيران يعني بالتزامن مع دخول حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج العربي تريد أن تعرض عضلاتها، لأن تعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تأتي إلى الخليج من أجل ضرب إيران أو شن حرب على إيران، وإيران يعني تحاول مثل ما قلت أنه ترفع من معنويات ميليشياتها وناسها في الداخل على أساس نحن لا نخاف من الولايات المتحدة الأمريكية ونواجهها ونقوم بمناورات عسكرية تزامنا مع دخول حاملة الطائرات الأمريكية. لكن في الواقع إذا يعني إذا عرفت إيران أنه الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على شن حرب يعني على طهران، بالتأكيد إيران لا تستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من شل جميع الأجهزة التقنية والرادارية وحتى الحواسيب وغيرها من أدوات الإلكترونية الإيرانية، لأنه بالتأكيد أنه إيران تعتبر متخلفة تكنولوجيا وعلميا مقابلة مع الدول الغربية. لكن إيران لطالما في هذا الوقت تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم شن حرب على إيران، فإيران تصعد من لهجتها وتصريحاتها العدائية والتهديدية للولايات المتحدة الأمريكية وفي المنطقة. أحد أوجه هذا التصعيد كانت تصريحات رئيس أركان الجيش الإيراني بتهديده دول المنطقة وقوله بأن إيران قوة عسكرية، كيف نفسر مثل هذه التهديدات في هذا التوقيت بالذات؟ إيران طبعا على مر التاريخ خاصة في عمر النظام الإيراني دائما تهدد يعني الدول العربية وتهدد أمن واستقرار الدول العربية، يعني إضافة على التهديدات تتواجد القوات العسكرية الإيرانية من ميليشيات وحرس ثوري وخاصة في القدس، متواجد في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وغير ذلك، يعني هو هدف إيران الرئيسي، النظام إيران الرئيسي هو السيطرة على المنطقة في إطار المشروع إيران التوسعي، وهذه الأدوات العديدة اللي في ظل الضوء الأخضر الأمريكي أو غض النظر الأمريكي بالأحرى على ما تفعله على ما تفعله طهران في المنطقة. لذلك لطالما ليس هناك مشروعا رادعا للسياسات إيران التخريبية والتوسعية في المنطقة، فإيران يعني تقوم دائما بتصريحات وبعمليات وتوقل في هذا البلد أو ذاك، لأنه ساحة مفتوحة لإيران وليس هناك مشروع رادع في إيران. لا، وهذا لا يعني أنه إيران قوتها العسكرية كبيرة مقارنة مع القوات العسكرية العربية، لكن ليس هناك قرار
للصد او للصد المشروع الايراني والقوات الايرانيه، بمعنى انه القوات العربيه مجمده ولا تدافع حتى عن امنها وسيادتها، وهنا يكمن سر يعني النفوذ الايراني ويعني القوه الايرانيه في التدخل في المنطقه، لانه ليس هناك قوه رادعه، والولايات المتحده الامريكيه مهما اعلنت من تصريحات وغير ذلك تبقى في اطار تصريحات لا اكثر، لانه لم نلمس لحد الان هجوم او عمل عسكري مناور او مواجه لوجود القوات الايرانيه، بل هناك تعاون كما يعلم المشاهد يعني في العراق وفي سوريا، تعامل ايراني امريكي، تعاون امني وعسكري في على اكثر من صعيد. هل تعتقد أن إيران التي تشهد اليوم حالة انهيار اقتصادي وحركة شعبية مناهضة للنظام مستعدة لخوض حرب أو الهروب إلى الأمام؟ بطبيعة الحال هذا من أهم سيناريوهات النظام الإيراني، لأنه النظام الإيراني نقاط ضعفه القاتلة هو التحركات الداخلية، الاحتجاجات الداخلية، حركة التحرر التابعة للشعوب غير الفارسية، هذه إذا تطورت هذه الحركات والاحتجاجات لا يستطيع النظام الايراني من قمعها، وبالتالي سيشن يعني هجوم او ازمه، اثاره ازمه اقليميه في المنطقه حتى يهرب الى الامام وحتى يخمد هذه يعني التحركات الداخليه، وبالتالي هذا هو يعني السيناريو من اهم السيناريوهات الذي هو على الطاوله في طهران، انه يقوم باثاره ازمه كبيره او حتى ربما شن حرب على هذا البلد او ذاك من اجل العبور من هذه الازمه التي يواجهها في المستقبل في حال تصاعدت الازمات الداخليه، ان كانت الاقتصاديه وهي بالتاكيد تتفاعل بشكل كبير وتتصاعد بشكل يومي، او الازمات السياسيه والاحتجاجات التي هي بالتاكيد مرتبطه بالوضع الامني والسياسي والاقتصادي في ايران. شكرا جزيلا لك المتخصص بالشان الايراني حسن راضي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.